في العربية على نوعين. هلأ نحن نتحدث عن الأسماء من ناحية الصرف، من ناحية هل هي مأخوذة من غيرها، هل هذا الاسم مشتق من غيرها أو لم يؤخذ من غيره، تمام؟ لأننا مثلا في النحو نتحدث عن الأسماء، نقول أيضا الأسماء في النحو نقول مثلا نوعين، لكن هناك نقول عنها مبنية ومعربة، لأنه ما العامل هناك في النحو؟ حركة الآخر كما قلت لكم. فلاحظوا أنه المعيار الذي نتحدث به يؤثر على التقسيم. فالأسماء في العربية على نوعين، أولا أسماء جامدة، وثانيا أسماء مشتقة. الأسماء الجامدة، الأسماء الجامدة هي التي لم تؤخذ من غيرها، تمام؟ يعني هي أصل لم تؤخذ من غيرها، مثل كلمة عصفور، رجل، شمس. فهذه الأسماء جامدة لم تؤخذ من غيرها. أما الأسماء المشتقة يعني من كلمة اشتق، لاحظوا كلمة اشتق، تمام؟ يعني كأن شيئا انشق من شيء، هو الاسم الذي أخذ من غيره وله أصل يرجع إليه ويتفرع من، كقولنا مثلا كريم من كرمة، من شار من نشرة، فاضل من فضلة، فضل الرجل. طيب نرجع مرة ثانية، قلنا إذن الأسماء نوعين، الأسماء نوعان جامدة ومشتقة. طيب الجامدة، الأسماء الجامدة أيضا نوعين، الأسماء الجامدة أيضا هي نوعان، تأتي على نوعين، هي إما أسماء جامدة ذات، جامد ذات أو جامد معنى، جامد ذات أو جامد معنى. طيب ربما تبدو صعبة قليلا، لكنني حينما أشرحها ستجدون أنها سهلة، فقد ركزوا لو سمحتم. ركزوا، الجامد ذات يعني ما، يعني هو اسم جامد لم يشتق من غيره، تمام؟ هو أصل لم يشتق من غيره، وذات يدل، شو يعني ذات؟ يعني شيء محسوس تستطيع أن تصل إليه، تستدل عليه بواحدة من الحواس، من حواسك الخمسة، تمام؟ هذا نسميه اسم جامد ذات، عصفور، رجل، شمس، طاولة، تمام؟ هذه الأسماء نسميها جامد ذات. طيب هناك أسماء تسمى جامد معنى، جامد معنى يعني نستدل عليها بالعقل، تمام؟ يعني لا يمكن أن نصل إليها بالحواس، مثل، وهي تحديدا حينما نقول جامد معنى هي مصادر الأفعال الثلاثية. الجامد المعنى هو مصدر الأفعال الثلاثية. طب شو يعني مصدر الفعل الثلاثي؟ شو يعني مصدر؟ لمن لا يعرف، مثلا لو قلنا قال، ما المصدر الذي يمكن أن نشتقه من قال؟ قال قولا، تمام؟ قال قولا، فعل فعلا، كرم كرما. ماذا نسمي هذا النوع من الأسماء؟ نحن إعرابها نعربها في النحو مفعول مطلق، لكن هذه الكلمة التي تشتق من الفعل وتدل على حدث مجرد من الزمن. هل تذكرون حينما شرحت لكم هذا الأمر قلت لكم المصادر تدل على حدث، كرم، كرم فيها معنى الحدث، في حدث الكرم، لكن ليس هناك زمن. كرم، كرم الرجل في الماضي، يكرم الآن يصير كريما، يكرم غيره، لكن كرم، كلمة الكرم، الكرم هذه مصدر من فعل ثلاثي. مصادر الأفعال الثلاثية، انتبهوا بهذه النقطة، فقط مصادر الأفعال الثلاثية نعتبرها جامد معنى. هلأ مثلا لو كان عندنا استحسن، لو كان عندنا استحسن، هذا ثلاثي أو غير ثلاثي؟ لا طبعا ليس ثلاثيا، يعني هذا خماسي الفعل، هنا خمس أحرف، تمام؟ هو هنا خمسة أحرف. طيب مصدره استحسان، استحسان هل نعتبره جامد معنى؟ لا. لماذا؟ لأنه فوق الثلاثي، لأنه الفعل تبعه مو هو المصدر. نحن ما دخلني بالمصدر، أنا ما دخلني بالاستحسان اللي هو حدث مجرد من الزمن، لا، أنا أنظر إلى استحسن، استحسن هذا الفعل الماضي للاستحسان، الفعل الماضي هل هو ثلاثي أو فوق الثلاثي؟ لا فوق الثلاثي، إذن هذا ليس جامد معنى. فقط إذا كانت الكلمة، إذا كان الفعل الماضي للكلمة التي نستخدمها ثلاثية، يعني مثلا شرب شربا أو شرب، يعني ممكن نقول شربا أو الشرب، كلاهما جائز، شربا أو الشرب، كلاهما مصدر من الفعل الثلاثي. نام نوما أو النوم، هما مصدر من الفعل الثلاثي، فهذه نعتبرها جامد معنى. لماذا جامد معنى؟
لأننا لماذا نعتبرها جامد معنى؟ لأننا لا يمكن أن نستدل عليها من خلال الحواس إنما من خلال العقل. طب قد تقولون إنه ممكن نحن ممكن بطريقة ما مثلا لو قلت الفهم كلمة الفهم ممكن إنه نحن نعرف إنه الشخص فهم، يعني إنه نحن ممكن إنه نعرف آثار الشيء، يعني المصدر يمكن أن نعرف آثاره الفهم مثلا حل بعد أن فهم حل المسألة، فهذا أثر من آثار الفهم. لكن الفهم نفسه هل نستطيع أن نحس به؟ لا، هو معنى شيء ندركه بالمعنى، فهو إذا جامد معنى. إذا الأسماء الجامدة في العربية على نوعين، أسماء جامدة تدل على ذات نسميها جامد ذات، هكذا نسميها جامد ذات، الخيل، كل ما دل على شيء محسوس يمكن الوصول إليه بواحدة من الحواس الخمسة، رحل، القافية، الكلمة الجامدة يعني، وكلمات كثيرة، نهر، أسماء جامدة تدل. أما النوع الثاني من الأسماء الجامدة فهي الأسماء الجامدة التي تدل على معنى، تدل على معنى يعني نصل إليه معنى عقلي، معنى عقلي نصل، وهي مصادر الأفعال الثلاثي نصل إليه بالعقل. قبل أن ننتقل للحديث عن الأسماء المشتقة، إذا بس حتى ترجعوا تركزوا إنه الأسماء في العربية من ناحية هل هي مأخوذة من غيرها أو غير مأخوذة من غيرها، نوعين، إما جامدة وإما مشتقة. قلنا إن الجامدة نوعان، جامد ذات وجامد معنى. أما الأسماء المشتقة فأيضا لها أنواع كثيرة سنأتي عليها. الأسماء المشتقة، الاسم المشتق هو الاسم الذي أخذ من غيره وله أصل يرجع إليه ويتفرع منه. أمثلة على المشتقات، كلمة مكتوب مشتقة من الفعل كتب، ملعب مشتقة من الفعل لعبة، مكتوب هي اسم مفعول، ملعب اسم مكان، متعلم اسم فاعل. هلا سنأتي على كل هذه الأنواع بالشرح، لكن المهم أنه هذه جميعها تستطيعون أن تحذروا، يعني أنه مكتوب كتب أو بالأحرى كتب، لأنه اسم المفعول يصاغ من الفعل مبني المجهول كما سأعلمكم. مكتوب من كتب، ملعب من لعب، متعلم تعلم، منشار نشر، مجتمع اجتمع، صابر من صبر. هذه جميعها مشتقة، تستطيعون أن تعرفوا الفعل الذي اشتقت منه. طيب هلأ نجي مرة ثانية، كمان المشتقة نوعان، ركزوا الله يرضى عليكم. المشتقة أيضا، إذا قلنا الأسماء نوعان جامدة ومشتقة، جامدة نوعين هي جامد ذات وجامد معنى، والمشتقة كمان نوعين، تمام، وتحت النوعين في أنواع كثيرة كمان. مشتقة تدل على معنى فقط، يعني مشتق يدل على معنى، مشتق يدل على معنى، والنوع الثاني مشتق يدل على معنى وذات، تمام؟ هنيك قلنا جامد ذات وجامد معنى، هون مشتق يدل على معنى ومشتق يدل على معنى وذات. إذا مشتق يعني كلمة اشتقت من غيرها وتدل على معنى، كلمة اشتقت من غيرها وتدل على معنى فقط، مثل مصادر الأفعال فوق الثلاثية، المصدر الميمي، مصدر المرة، هذه سأشرحها لكم جميعا، مصدر الهيئة، مصدر الصنع، هذه أنواع مصادر أخرى، تمام، مصادر أخرى غير المصدر الثلاثي، لأن المصدر الثلاثي قلنا أنه جامد معنى. لكن مصدر الأفعال فوق الثلاثية وهذه الأنواع من المصادر، الميمي والمرة والهيئة والصناعي، نعتبرها اسم مشتق يدل على معنى، اسم مشتق يدل على معنى. طب النوع الثاني من المشتقات هي مشتقات تدل على معنى وعلى ذات، تمام، يعني فيها معنى وفيها أيضا ذات، في شيء محسوس أو حدثها صاحبه، مثل اسم الفاعل لو قلنا كاتب في معنى الكتابة، هناك معنى الكتابة في حدث، وهناك أيضا معنى ذات إنه في شخص كاتب، تمام. اسم المفعول الصفة المشبهة، تمام، لو قلنا مثلا كريم، كريم فيها معنى الكرم، واشتقت من كرمة، هي اسم مشتق اشتق من كرمة، فيها معنى الكرم، فيها هذا المعنى وفيها ذات كريم، ألا تدل على ذات، على شخص؟ بلى.
واسم المكان واسم الزمان كذلك وغيرهم. المشتقات التي تدل على معنى، هلا نحن حنفرع بالنوع الأول، مشتق يدل على معنى، مشتق يدل على معنى فقط. مصادر الأفعال فوق الثلاثية، اقتراب من اقترب، اشتراك من اشتركة. مصادر الأفعال فوق الثلاثية نعتبرها، ماذا نعتبرها؟ إذا مر معنى اسم، تمام. يعني ممكن يقولوا لكم في الامتحان مثلا استخرجوا اسم مشتق، يكون بالبيت الشعري في مصدر، فننظر إلى هذا المصدر، هل هو من فعل ثلاثي أو من فعل فوق الثلاثي؟ إذا كان من فعل فوق الثلاثي إذا يجوز أن نعتبره من المشتقات، تمام؟ أو إذا كان من مصادر متصلة ولا، لأنه مثلا اقتراب من الفعل اقترب اللي هو خمسة أحرف، الماضي تبعه اقتراب اقترب، اشتراك من اشترك. نوع ثاني من المشتقات التي تدل على معنى فقط، نوع آخر من المصادر، اسمه المصدر الميمي، وهو مصدر مبدوء بميم زائدة. هلأ هي في غير المفاعلة، مو مشكلة إذا ما فهمتوها تركوها، أنا هشرحها، لكن في حال ما فهمتوها مو مشكلة. المهم أن أقولوا أن المصدر الميمي هو المبدوء بميم زائدة، مثل وعد، موعد، ركب، مركب. فهذه نعتبرها مصدرا ميميا. لحظة فقط، مركب، ركب مركبا، لو قلنا مركب اختلفت، وعد موعدا، ركب مركبا، طبعا حتى تكون مصدر، انه ما بدنا نحن اسم مثلا مجلس، مقعد، اسم مكان، لا، ركب مركب. فهنا إذا كانت، إذا بدأت بميم فهذا المصدر الميمي من المشتقات. طيب، وتجاوزوا هذه التي على وزن المفعل، لا أريدها منكم. فإذا من أنواع المشتقات أيضاً ذات المعنى، قلنا مصادر الأفعال فوق الثلاثية، اثنين مصدر الفعل، شوفوا وعد، موعد، فهذه الكلمة مشتقة من الفعل، هي مصدر للفعل، وهي فوق ذلك بدأت بميم زائدة. طيب، المشتقات التي تدل على معنى فقط، منها أيضا مصدر المرة. شو يعني مصدر المرة؟ يعني يدل على مرات حدوث الفعل، يدل على مرات حدوث الفعل. جلس جلسة طيبة، يكون على وزن فعل، أو قد نقول مثلا جلس جلستين، تمام، ثلاثة جلسات، هنا جمع مصدر المرة. طيب، فإذا كانت الكلمة على وزن فعل ودلت على عدد مرات حدوث الجلسة، جلسة طيبة يعني جلسة واحدة طيبة، تمام. فإذا كانت الكلمة على وزن فعل ودلت على مرات حدوث الفعل نسميه هذا مصدر مرة، تمام. يعني إذا المصادر في اللغة العربية ليست نوعا واحدا، هناك أكثر من نوع للمصادر، تمام. قلنا المصدر العادي اللي هو مصدر الفعل، مصدر الفعل العادي هو المصدر، سواء إذا كان فعل ثلاثي فما هو مصدر فعل ثلاثي، أو فعل فوق الثلاثي هو مصدر فعل فوق الثلاثي، هذا المصدر الصريح. وهناك أنواع أخرى من المصادر، المصدر الميمي، يعني هو هذه الكلمة معناها التوكيد، لأن المصدر الغرض منه التوكيد في الحالة الأساسية، المصدر الصريح، أكل أكلا، شرب شربا، درس دراسة، الغرض منه التأكيد. فالمصدر الميمي أيضا، المصدر الميمي غرضه وعد موعدا، يعني أنا غرضي التوكيد، تمام، مثل المصدر الصريح العادي الذي نعرفه، لكنه بدأ بميم فهو مصدر ميمي. مصدر المرة يدل، إذا هو مصدر كلمة من جنس الفعل، المصدر هو كلمة من جنس الفعل، فجلسة هي كلمة من جنس فعل جلسة، هنا لا تدل على التوكيد، لا نريد أنه جلس جلوسا، يعني أنا ما بدي أكد، لا، أو جلس مجلسا، لا، أنا أريد أن أدل على مرات حدوث الفعل، جلس جلسة طيبة، أو جلستين، أو عشر جلسات. فهذه إذا من المشتقات التي تدل على معنى فقط. أيضا اسم الهيئة أو مصدر الهيئة هو مصدر يدل على هيئة وقوع الحدث، يعني كيفية وقوع الفعل، كيف عم يقع هذا الحدث، كيفية وقوع الهيئة، يعني كيفية، كيف يقع الحدث. مثلا رأيت فلانا يمشي مشية المتكبر، مشية، تمام، مشية فعلة، مشية وزنها فعلة، فهذه الكلمة مصدر. طب
مصدر الهيئة يكون على وزن فعلة. لاحظتم أنه مصدر لاحظوا الفرق، أنه مصدر المرة الذي يدل على مرات حدوث الفعل فعلة بفتح الفاء، أما مصدر يعني أوله مفتوح جلسة جلسة. تمام، إن شاء الله سنمر على الميزان الصرفي في درس قادم قريب. أما مصدر الهيئة الذي يدل على هيئة حدوث الفعل أو كيفية حدوث الفعل فيكون على وزن فعلة مكسور الأول، مشى مشية مشية المتثبت. ما غرضي من هذا المصدر؟ لماذا آتي به؟ هل آتي به للتوكيد مثل المصدر الصريح الذي يأتي من جنس الفعل؟ اقترب اقترابا مثلا، أود التوكيد على فكرة الاقتراب. لا، هل غرضي ذكر المرة؟ هل غرضي ما غرضي؟ غرضي وصف كيفية المجيء، كيفية المشي، مشى مشية المتكبر. تمام؟ مشى مشية المتكبر، فهنا على وزن فعل، وكما تلاحظون أن معنى هذا المصدر مختلف عن غيره، لأن غرضنا هنا وصف الهيئة، وصف كيفية حدوث هذا الحدث. ولاحظوا أن كلمة مشية، انتبهوا، يعني كل هذه المصادر التي نتحدث عنها، هناك حدث مشية، في حدث مشية، لكن هل هناك زمن؟ لا، بكلمة مشية ليس هناك مشى. إيه؟ مشى هناك حدث وزمن، فهو فعل ماضي. أما المشية فهناك حدث، وهناك مع هذا الحدث هيئة الحدث. تمام؟ هناك حدث وهيئة، لكن ليس عندي زمن، فهو إذا ليس فعل، هذا مصدر. نعربه اسما عاد حسب موقعه. المصدر الصناعي، المصدر الصناعي أيضا من النوع الأخير من أنواع المشتقات التي تدل على معنى التي سأعطيكم إياه. هناك نوع آخر لكن لن أعطيكم إياه. المصدر الصناعي سهل، هذا هو اسم يدل على معنى المصدر مصوغ بإضافة ياء مشددة مفتوح مفتوحة وتاء التأنيث. تمام، استقلالية، استمرارية، وطنية، هذا النوع من الكلمات التي نضيف في آخرها ياء مشددة وتاء تأنيث. استقلالية، استمرارية، وطنية، علمية، علمانية، هذه الكلمات جميعها لاحظوا أنها يعني فيها معنى المصدر وفيها شيء نسميه هذا المصدر. هذا ليس مصدرا عاديا، ليس لا يشبه المصدر الصريح كما ترون. صحيح، المصدر الصريح مختلف، استقل استقلالا. هذا نسميه، هذا المزيد بياء مشددة مفتوحة وتاء تأنيث، نسميه مصدرا صناعيا. هذه جميعها مصادر، هذه المصادر جميعها من أنواع المشتقات التي تدل على معنى. ما هي؟ أولا مصادر الأفعال فوق الثلاثية، ثانيا مصدر المرة الذي يدل على مرات حدوث الفعل، ثالثا مصدر الهيئة الذي مصدر المرة يكون على وزن فعلة، مصدر الهيئة الذي يكون على وزن فعلة يدل على هيئة وكيفية حدوث الفعل، المصدر الميمي الذي هو مثل المصدر الصريح يعني غرضه التوكيد فقط، وعد موعدا لكن غرض لكن مبدوء بميم من زائدة، وهذا المصدر الصناعي المزيد بياء مشددة مفتوحة وتاء تأنيث. هلا بقى سننتقل، هذول كلهم بالنوع الاول من المشتق، النوع الاول من المشتق الذي يدل على معنى، هو فقط في حدث، فقط في معنى. تمام، هنا عندنا نوع اخر، فرع اخر من المشتقات. هذه المشتقات تدل على معنى وعلى ذات، يعني هناك معنى، هناك الحدث الذي تحدثنا عنه، وهناك فوق ذلك ذات، شيء محسوس مرتبط بهذا المعنى. هذا المعنى ليس مجردا، ليس غير مرتبط بأي شيء، لا، هناك معنى حدث وهناك ذات، شيء محسوس أو شخص محسوس مرتبطة به. مثلا كلمة منشار، هناك معنى حدث النشر، منشار. تمام، في حدث، في معنى، وهناك أيضا ذات، مو شيء، هناك ما ليس هو شيئا محسوسا للمنشار. لاحظوا، يعني ما تفكروا أن الذات هو فقط الشيء العاقل، الشخص العاقل، لا، يدل على، قد يدل على عاقل أو غير عاقل كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. مشتق يدل على معنى وعلى ذات. أولا، النوع الأول أنواع المشتقات، اسم الفعل الذي بدأت به أمس، اسم الفعل اسم مشتق على وزن فاعل للدلالة على ماذا يدل اسم الفعل؟ يدل على من قام بالفعل، يعني أنا حينما آتي إلى فعل، ماشي، فعل ثلاثي أو فعل فوق ثلاثي،
فأصوغ من اسم الفاعل، ما المعنى الذي، ما على ماذا أحصل؟ أحصل على القائم بهذا الفعل، على أنه أدل على من قام بهذا الفعل. مثلا حينما أقول صادق، كلمة صادق، فهنا أعرف أن هناك شخص، تمام، هناك تمام شخص قام بهذا الفعل، قام بفعل الصدق. إذا كان الفعل ثلاثيا نشتقه على وزن الفاعل، يعني الفعل، كل فعل على الفعل الثلاثي المجرد وزنه، فعل مثلا قرأ، فعل شرب، فشرب، فعيل، تمام، هيك الميزان الصرفي من فعل ناخذه. طيب انا لما اقول على وزن فاعل، يعني بعد الحرف الاول في موقع الحرف الثاني اضيف الفا، قرأ، فعل، بعد القاف اضيف الفا، قارئ، قارئ، تمام. اذا كان الفعل فوق ثلاثي او اتي بمضارعه، تمام، شو المضارع تبعه؟ آتي به، ثم أبدل ياء المضارعة ميما مضمومة وأكسر ما قبل الآخر كما علمتكم أمس. مثلا الفتاة محسنة، الفعل أحسن، عندنا الفعل أحسن هو فعل فوق الثلاثي، أحسن فوق الثلاثي. كيف نصوغ اسم الفاعل من؟ نأتي بالمضارع يحسن، نبدل هذه الياء ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، محسن. ولأننا نتحدث عن أنثى مؤنث، نتحدث عن مؤنث، فنضيف تاء التأنيث، محسنة. طيب هذا النوع الأول من أنواع المشتقات التي تدل على معنى وعلى ذات. النوع الثاني هو اسم المفعول، اسم مصوغ من الفعل المبني المجهول، مصدر الفعل المبني المجهول. طيب ماذا يعني ذلك؟ يبنى على ذلك أشياء، لذلك انتبهوا لهذه الفكرة، أن الفعل اسم المفعول يصاغ من الفعل المبني للمجهول، من مصدر الفعل المبني للمجهول. لدلالة على ما وقع عليه الفعل، يعني هو مفعول به، تمام؟ لدلالة على ما وقع عليه الفعل، مثلا هذا الرجل مضروب، مضروب، لاحظوا أنه وقع عليه الضرب، أو مكرم، وقع عليه الإكرام، أو هذا الذهب مستخرج، يعني هناك أحد استخرجه، فهو مستخرج، وقع عليه فعل الاستخراج، تمام؟ هناك مستخرج، وهذا ذهب ومستخرج. كيف نصوغ اسم الفاعل؟ نصوغ اسم الفاعل على وزن مفعول، يعني عندنا الفعل مثلا كتب، عندنا الفعل كتب، ما وزن كتب بالميزان الصرفي؟ بالميزان الصرفي كل الحرف الأول يقابل الفاء، ك ف ت ع ب لا، إذا كتب تقابل فعل. يعني هنا هذه الطريقة التي ذكرها النحاة ليزنوا كل كلمات اللغة العربية، يأتون إلى الجذر ويضعون مقابل الجذر الثلاثي وزن فعل، تمام، ويزيدون أو ينقصون حسب الكلمة. فكتب فعل. نقول الآن إنه اسم المفعول على وزن مكتوب، ماذا فعلوا؟ لاحظوا، أضافوا ممن قبل الفاء تبع الفعل، أين فاء الفعل؟ كتب. أين فاء الفعل؟ فاء الفعل فتقابل الحرف الأول، وعين الفعل تقابل الحرف الثاني، ولام الفعل تقابل الحرف الثالث. فإذا جاءوا إلى، قلنا اسم المفعول على اسم المفعول نصوغه من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. إذا جاءوا إلى الحرف الأول قبل الفاء أضافوا ميم مفتوحة، ما تمام، أضافوا ميم، ثم بعد العين ماذا فعلوا؟ بعد عين الفعل، يعني بعد الحرف الثاني، أضافوا واو، مفعول. إذا كتب، مكتوب، شرب، مشروب. لاحظوا أن كلمة مشروب تدل على أن هذا الشيء فعل به، شرب، مشروب. هذا إذا كان الفعل ثلاثيا. طيب إذا كان الفعل فوق ثلاثي، كيف نصوغ اسم المفعول من؟ نأتي إلى المضارع المبني للمجهول، المضارع المبني للمجهول. مثلا عندنا الفعل اقترب، ما مضارعه؟ يقترب. ما المضارع المبني للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره؟ يقترب، يقترب، تمام. نأتي إلى هذه الياء، ياء المضارعة، ونبدلها ميما مضمومة، وهو يعني بطبيعة الحال صار مفتوح قبل الآخر لأنه مبني للمجهول، مقترب، صح؟
لكن انا يعني نقول ميمه مضمومه ونفتح ما قبل الاخر باب تذكير الطلاب. اما هي يعني بطبيعه الحال لانه الفعل مبني هي هذه الكلمه مقترب صيغه من فعل مضارع مبني للمجهول، فاصلا الفعل المضارع مبني للمجهول ما هي صيغته؟ مفتوح ما قبل الاخر بضم اوله وفتح ما قبل الاخر، فهو اصلا مفتوح ما قبل الاخر، لكن نقول انه نبدا الياء المضارعه ميمه مضمومه ونفتح ما قبل الاخر اللي هو اصلا مفتوح، يعني نحن لا نفتح الان فعل شيئا هو اصلا مفتوح، لكن هذا فقط من باب تذكير. تفضل يا لؤي. أنسي كلمة مكرمة بآخر فقرة شرحت لها، أنسي زي ما يكون مفعولها مكروم. ما الكلمة؟ خلينا نرجع على هذا. مكرم أنسي. مكرم. إيه. هلا حسب أنت، مشان هيك ضروري قلت لك إنه الفعل الماضي نفسه اللي عم نحكي عنه، تذكر الماضي شو سألتي؟ عن أي فعل سألتي؟ ما لنسكي هلا. مكرم من الفعل أكرم، يعني نحن نفس التخيل. شوف أيضا هذا سؤال مهم، جزاك الله خيرا. كرم فعل كرم الرجل، فهو لا نقول كارم، لكن لو بدنا نحن لا نستخدم صفة المشبهة نقول كريم، لكن فرضا هي كريم الصفة المشبهة، لكن كارم لا بأس، العرب لم تستخدمها هي يعني قياس، يعني نحن لو بدنا نقيس على كرمة كارم هيك الأصل، لكن العرب لا تستخدمها، تستخدم بدلا منها الصفة المشبهة فتقول كريم. ما علينا، اسم المفعول مكروم صح، هذا صحيح، لكن من أي فعل؟ من الفعل الثلاثي. طب لو كان الفعل عندي أنا أكرم، لاحظوا يعني هو الجذر اللغوي نفسه، بس هو هذا لما قلنا أكرم غير كرمة في معنى زائد، هذا الحرف هذه الهمزة التي نظنها فقط هيك حرف زائد، لا كرمة أكرم. شوف لاحظ الفرق، كرم الرجل يعني هو الرجل صار كريما، كرم هو كريم، لما نقول أكرم يعني هو أكرم غيره، لاحظ أكرم فلان صديقة، لاحظت معنى الهمزة ماذا أفادت؟ أفادت التعدية، هذا يعني تعدى الفعل نفسه إلى غيره، مو بس أكرم الرجل صديقة، فلاحظت؟ فإذا هذا الفعل غير هذا، صحيح الجذر اللغوي نفسه، لكن هذه الزيادة كما قلت لكم كل زيادة لها معنى، كل زيادة أو كل تغيير لها معنى، إما سببها صوتي وإما معنوي، فأكرم أكرم هذه فوق الثلاثي، كيف نصيغ اسم الفاعل منها يا لؤي؟ تفضل. الفعل فوق الثلاثي كيف نصيغه؟ أكرم يكرم مكرم. أحسن، يكرم مكرم مين مكرم. طيب كيف نصوغ اسم المفعول من هذه الكلمة؟ يكرم أو يكرم نصوغها من الفعل المبني المجهول، ما رأيك؟ اسم المفعول نصوغه من الفعل المبني للمجهول، صحيح؟ صحيح؟ تحتاج المعلومات إلى تفريغ. صحيح. يكرم هكذا نصوغ المبني المجهول صح؟ بضم الأول وفتح ما قبل الآخر، إذا نديروا ميم المضارعة تمام؟ وصلت الفكرة؟ اقتنعت؟ تماما سيدي، جزاك الله خيرا. يلا من سنة عندك سؤال؟ معلمة هلا الاسم أو اسم المكان هلا حناخذ هذا حتى لا نستعجل، يعني يا سنة هذه سنمر عليها إن شاء الله، هذه من أنواع المشتقات التي تدل على ذات وعلى معنى، سنمر عليها إن شاء الله، لكن توقفت اليوم لأنه لا الكثير من المعلومات التي تحتاج إلى حفظ، فأريدكم أن تثبتوا هذه حتى يعني نمشي درجة درجة، عرفتي؟ تمام؟ سنمر على اسم الزمان واسم المكان كل شيء. أريد أسئلة عما أخذناه. سائرة عندك سؤال؟ أي أنسي عندي سؤال. أنسي لقد قال له أي بكسر الراء لفتح الراء، أنا هون تخربطت ما بعرف يا بكسر الراء يا بمفتحه. أنت بدك اسم فاعل ولا بدك اسم مفعول؟ اسم الفاعل. أنت اسم المفعول. اسم المفعول بفتح ما قبله، تمام؟ لأنه هو اسم المفعول نصوغ من الفعل مبني المجهول، فأصلا أكرم شو الفعل المضارع المبني المجهول منه؟ أكرم يكرم ولا يكرم؟ يكرم هذا الشخص يكرم، لا نعرف من يكرم، يكرم مبني للمجهول، تمام؟ فإذا أبدل ياء المضارعة ميمة مضمومة مكرم، فاسم المفعول بفتح ما قبل الآخر.
لأنه من الفعل المبني للمجهول. طيب يا نصيبة عندك سؤال؟ معلمة بدي بس إذا الـ PDF اللي بتعطينا منه خرجت تبعتي لنا الرابط مشان ندرس منه، لأن هذا الدرس مو موجود بالكتاب. باور بوينت. أنا والله بس نعرف مو قصدك الملف اللي عم بعطي باور بوينت قصدك؟ هاد ما بعرف أنسي هذا اللي بتعطينا منه أنسي بلكي إيه. بتبعتي لنا مشان نحفظ منه لأن ما عنا إن شاء الله وأنا المفروض أشتغل والله على الموقع هلا ما رفعته بدي ارفعه ان شاء الله تعالى بركي برفعه اليوم هذا الدرس تبع اليوم رح ارفعه فورا ان شاء الله انت ما لحقنا ناخذ شرائح وقلتينا لازم نحفظ اي ما في عنا هيك شيء بالكتب او طيب مكان طيب يلا باذن الله تعالى انا احاول ان اجمع المعلومات حتى يكون الامر اسهل لانه الواحد لما بيشوف الصوره كامله بيصير الموضوع بيستوعب تمام اما لما بتاخذ اشياء مفرده متفرقه هنا ومن هناك فسيكون الأمر أصعب، أما هيك إن شاء الله يعني إذا درستم سيكون الأمر واضح، قلت لكم فقط تحتاج إلى تركيز خلال الدرس وحفظ بعد الدرس، لو سمحتم لا تتساهلوا بالحفظ لأنه احتمال إني أساوي لكم اختبار الأسبوع الجاي. يعني أنا بس متى ما خلصت الصرف بيساوي لكم اختبار بالصرف. فجهزوا أنفسكم. نشوف اللي وعدوني إنه علاماتهم تكون منيحة. طيب. إن شاء الله. تمام يا مصيبة؟ تمام يا مصيبة. تمام أنسي. طيب من عنده سؤال؟ ابتسام العثمان عندك سؤال؟ ابتسام العثمان. هلا لسه. أنسي بلكن فعل بدأ بميم كيف بدنا نضيف له ميم تانية؟ أعطيني. إيه ما بقفش يعني. ممر. هلا مثلاً مات. ما مات. عادي لو كان مثلا مصدر ميمي ما مات مات هي شو مصدر مات موتا بس نحن طبعا نحن مو على كيفنا مصدر ميمي يعني اذا اجى هو هذا نعتمد فيه على السماع ما سمعناه من العرب يعني في كلمة مو كل كلمة نصوغ منها مصدر ميمي لا هو المصدر الميمي قليل اصلا تمام فمثلا العرب صاغت من فعل مات المصدر الميمي ما مات تمام أنسي لحظة بس نسيب لحظة فقط حتى أتأكد أن ابتسام أن سؤالها انتهى تمام يا ابتسام عادي يعني بتضيفي مثلا فعل بدك يعني شو ما كان بتدخلي ميم ميم مفهومة بدك تكسري ما قبل الآخر في اسم الفاعل مثلا لو كان سؤالك عن اسم الفاعل عادي لو جاء خلص بتطبقي القاعدة مثل ما هي هي قاعدة عامة قاعدة عامة لا يشوذ عنها شيء بس المهم تأكدي إنه شو الفعل مثل هاي الفكرة تبع إنه زميلكم قال إنه طيب ليش مو مكرون تأكدوا إنه أنا شو الفعل اللي عم هل الفعل الذي أريده هنا ثلاثي أو فوق ثلاثي تمام حينما أرى فعل مثل حينما أرى اسم مفعول مثل مكرم فيجب أن أنت إنه طالما ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر معناته فعله ما نقول إذا قالوا لنا مثلا شو الفعل الذي اشتق منه اسم المفعول مكرم ما نقول كرمة خلاص راحت العلامة ليش لأنه هذا طالما ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر معناته شو هذا صيغ من فعل فوق الثلاثي فيجب أن آتي بفعل فوق ثلاثي ومبني للمجهول لأنه هنا نتحدث عن اسم مفعول فأقول إذا مكرم شو أصله معناته هي الميم كان أصله يا صح إحنا هيك نرجع خطوة بالزمن نركب آلة الزمن كان أصل قبل هي الميم المضمومة كان قبل ياء تمام يكرم طب شو الفعل الماضي من يكرم أكرم خالص طيب في أحد عندهم سؤال أيضا نور الآن ما عندك سؤال أنسي هلق إيش الفرق بين الأسماء الجامدة والأسماء المشتقة أنسي نحن أخذنا الأسماء الجامدة هي التي لم تؤخذ من غيرها والأسماء المشتقة هي المشتقة من غيرها أنسي بس نحن وقت اللي عطيتينا الأسماء الجامدة أسماء جامدة ذات وأسماء جامدة معنى أنسى الأسماء الجامدة المعنى مأخوذة من المصدر الثلاثي أنسى نحن أخذناها من المصدر الثلاثي الجامدة المعنى جامد المعنى مو مأخوذة جامدة المعنى هي مصدر شو نوعها إذا أنا بدي أقول شو هو مثال عطيني مثال عن الجامد المعنى لي المصدر الثلاثي مثال عن الجامد المعنى هو المصدر الثلاثي ما أخذت من المصدر لا هو جامد معنى أنا عم بعطيك شو هي التطبيقة أنا إذا قلت لك جامد معنى
لا يمكن الاستدلال عليها بوحدة من الحواس الخمسة نعرفها بالعقل. طب مثل شو؟ أعطيني مثال. بقول لك مصادر الأفعال الثلاثية جميعها من هذا الباب. مصادر الأفعال الثلاثية نعتبرها جامد معنى. تمام وصلت الفكرة يا نور؟ مو لا نقول اشتق، ما بنقول والله جامد معنى اشتق من الفعل، لا لا. الجامد المعنى شو هو؟ اعطيني مثال عنه، شلون يعني جامد معنى نستدل عليه بالعقل ولا نستطيع ان نلحظه بالحواس الخمس؟ شلون؟ بقول لك جامد مثل فهم، من فعل فهم فهما، الفهم، الشجاعة، الكرم. لاحظتي؟ هذه المصادر، مصادر من افعال ثلاثية، هذه مصادر الافعال الثلاثية، مصادر الافعال الثلاثية نعتبرها جامد معنى.